أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام لهذه التغطية المباشرة مباشرة إلى فالدي بيباس مركز تدريبات ريال مدريد في مدريد، حيث المؤتمر الصحفي لزين الدين زيدان الذي أعلن قبل قليل بشكل مفاجئ استقالته من تدريب ريال مدريد بعد فوزه باللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا. فإلى هناك. عرفنا فترات صعبة، وفي بعض الأحيان تقول أنا الشخص المناسب، لازلت الشخص المناسب في الفترات الصعبة، لا أنساها كذلك. هنالك فترات رائعة، ومثل الفوز للمرة الثالثة بدور الأبطال، ولكن عرفنا فترات صعبة من الموسم، وذلك يجعلك تفكر. ثم أعتقد أن حان الوقت أن أستقيل، ربما اللاعبون يحتاجون إلى تغيير، وأريد أن أتوجه بجزيل الشكر إلى اللاعبين، لأنه في النهاية هم من يصارعون على الميدان، والأمر ليس سهلا بالنسبة لهم. ومثل ما قلنا، هو نادي متطلب جدا، وتاريخ النادي كبير جدا، واللاعبون دائما يعيشون تحت الضغط، دائما نطلب منهم المزيد، وفي وقت ما يمكن أن أطلب منهم أكثر من ذلك. أعتقد أنه حان الوقت أن يكون هنالك خطاب جديد حتى يعودون إلى الفوز مرة أخرى. بالنسبة لجماهير ريال مدريد، لا أتصور حالتهم، وأعتقد أن ملامح وجه رئيس النادي تبرز هذا الإحساس. لاعبو ريال مدريد، هل بلغهم الخبر؟ هل تحدثت معهم؟ نعم، هم يعلمون ذلك، تحدثت معهم. لم أتحدث بطريقة مباشرة مع اللاعبين فردا فردا، ولكن التشكيل كامل يعرف وصلتهم الرسالة، وقد سأتحدث مع القائد سيرخيو راموس. قلت في عديد المرات، كررت في هذه الندوة الصحفية أنهم تحتاج إلى خطاب جديد. هل يعني ذلك أن خطابك لم يعد نافعا، وأن طريقتك لم تعد مجدية لريال مدريد؟ وحسب اعتقادك، ما هي المواصفات ربما المدرب الجديد؟ السؤال موجه إلى زين الدين زيدان. سندخل في مرحلة ثانية وستحدث إليكم لاحقا. حسنا، لا أدري، لست أفكر في هذه الخطابات، ولكن أرى أنه قراري الشخصي. ربما قد أكون مخطئا، وربما قد يعتقد البعض أنني لست على صواب، ولكن بعد 3 سنوات أعتقد أنه حان الوقت حتى أستقيل. لا أرى بكل وضوح أننا سنواصل الفوز لأنه طيلة الموسم قد يحصل أي شيء، ولكن إذا ما كانت الرؤية واضحة مثل ما أريد وأشتهي، فأنه من الأفضل الانسحاب والتغيير وعدم المواصلة للقيام بحماقات.